الجزء الثاني عشان انا حصل عرض تعليقات كثيره، وانا سعيد جدا بالتعليقات اللي اتقالت جدا، ويعني لي تفاعل معها كلها الحقيقه، وتفاعل ايجابي زي ما العرب قال، لانه دي حقيقه يعني كلام انه ما حدش يبقى رئيس جمهوريه وله انتماء حزبي لحزب من الاحزاب او حتى جماعه الاخوان بعيدا عن المجتمع، مستحيل طبعا. اكيد الكلام ده لكن بكرره طبعا من باب التاكيد. انا كلمه التطمين دي ببقى زعلان منها شويه علشان اللي بيستمع مش عشان انا، لانه انا بحس انه كلمه طمني دي كان انا يعني عندي سلطه يعني ضخمه وهعمل حاجات صعبه وبعدين بطمنه ما تقلقش. كلمه التطمين دي ما بتبقاش الحقيقه معبره عن اللي نفسي اقوله بالمحبه وحسن المعامله ومعاشره مع المصريين في المستقبل ان كنت ان شاء الله رئيسا للجمهوريه. وبالتالي يعني انا متفاعل مع الكلام اللي اتقال جدا، وده طبيعه الامر. لا حزب الحريه والعداله انا رئيسه ساعتها، ولا جماعه الاخوان المسلمين انا موجود فيها، لانه طبيعه الحال هكذا. وهذا يحتاج مني الى تاكيد، انا اكيد ده عده مرات الكلام الحقيقه معلوم من الحركه ومن العمل القانوني المؤسسي بالضروره.